عند بند نقل السلطة إلى حكومة انتقالية، توقفت المفاوضات الدائرة في جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين. وعلى الرغم من أن الوسيط الأخضر الإبراهيمي لم يرفع العشرة قائلاً إنه سيواصل العمل على محاولة إنجاح الأمر، فإن جلسة ما بعد الظهر بين الفريقين لم تلتئم وأجلت إلى صباح الأربعاء. أظن أنني سأكرر أن هذه المفاوضات ليست سهلة ولم تكن كذلك لا اليوم ولا في الأيام الماضية، وهي لن تكون سهلة في الأيام القليلة المقبلة، لكنني مسرور بأن الطرفين أطلعاكم على نيتهم بالبقاء وإكمال المفاوضات حتى الجمعة كما هو متفق. لن يغادر أحد، لن يهرب أحد. لم نحقق الكثير ولا أي خرق، لكننا ما زلنا هنا. أما في الجولة الصباحية فقد اتهم وفد النظام الولايات المتحدة بتسليح الإرهابيين في سوريا، واصفا ذلك بأنه سلوك غير مسؤول من شأنه تقويض مؤتمر جنيف 2، فيما اتهمت المعارضة الفريق الآخر بأنه لا يتجاوب ولم يفعل شيئا لفك الحصار عن حمص ولا في موضوع الحكم الانتقالي. إنهم المسلحون هم الذين يحتجزون المدنيين رهائن من أجل وصول المعونات التي وعدهم بها الأمريكيين إلى المسلحين لكي يستمروا في قتل الأبرياء السوريين. نحن تقدمنا اليوم بمشروع بيان لإدانة استمرار الولايات المتحدة بتقديم المزيد من الأسلحة للمجموعات الإرهابية في سوريا، وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع البند الأول من مقررات جنيف. الطرف الآخر رفض كل شيء، ولذلك لا يمكن أن نفكر نحن من طرف واحد بآليات. قالوا بأنكم تحاولون حماية السيد الرئيس من خلال هذه الورقة. أنا أعتقد أن السيد الرئيس يحميه شعب سوريا، وليس بحاجة إلى حماية لا من جنيف ولا من أي طرف في العالم. في الأمس قدم النظام وثيقة من 5 بنود هي انحراف كامل عن بيان جنيف، ونحن رفضنا هذا التوجه. لا نريد أن نذهب بعيدا عن بيان جنيف. أن كل البنود المقدمة ضمن البيان ورقة العمل. أنت تقاطعيني. لا سمحت. فإذا نحن. بأن يا سيدي السيد أنس العبد قال بأن هذه البنود التي تحدثت عنها وهي ورقة العمل قال بأنها تشابه بيان جنيف وتسجيل متواجد مع السيد أنس العبد. خلصتي. يشبه هذا الموضوع، لكن السؤال. هذه حرية الصحافة في سوريا؟ ما قصة الإرهاب؟ طيب فأنا خليني أتابع أحد. وين الأمن هنا يأخذها؟ ودائما في جنيف قالت المتحدثة باسم منظمة الغذاء العالمي إن المنظمة على أهبة الاستعداد لإدخال قافلة المواد الغذائية إلى محافظة حمص بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.